اسلام الاسلام والايمان ده حاجه، اعمال التطوير وترميم الطرق واعاده رصفها في رابعه العدويه في نطاق الجزء المكلفه به الشركه وصل الى 3 مليون. اه طبعا هم يحطوا في حته ويسيبوها عمار ابدا، 3 مليون جنيه ندفعها الدوله عشان خاطر المخربين اللي راحوا خربوا البلد دول. 85 مليون جنيه، 3 مليون جنيه في رابعه، بس ده جزء صغير، جزء صغير 3 مليون جنيه. ما انتوا لما تروحوا هناك ما تحسوش ان كان في اعتصام، لا 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 لا، اعتصام ايه؟ ده الناس كانت بتاكل الرصفه، ده كان المغول في مصر، كان التتار كانوا نزلوا في رابعه العدويه. الرصفه متقلعه، شوارع متاكله، العمدان متكسره، ما اعرفش اللي معتصم ده ماله مال الكهرباء وماله مال الارض عمال يفحر فيها وماله مال الرصفه وماله مال، والاخر يقول لك ما كناش نعرف ان هو اعتصام، ده كان اعتصام سلمي. القوات المسلحة تبدأ في إسلام الإسلام والإيمان ده حاجة، الإسلام والإيمان اللي للأسف للأسف اللي كانوا بيقول لك الهوية الإسلامية والدين والمادة مش عارف إيه وبتاع ما كانوش عارفينها. الإسلام سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفض أن يصلي في الكنيسة. ليه يا عمر؟ قال حتى لا يتخذها المسلمون من بعدي مسجدا. شوفوا الإسلام، هو ده الإسلام. شوف ان ربنا عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. مش تحرقوهم، تعتدوا عليهم. ونتكلم باسم الاسلام وباسم الشريعه الاسلاميه والماده الثانيه والهويه الاسلاميه والكلام اللي ملوش لازمه ده كله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس اللي رايحين يفتحوا المسلمين وهم رايحين يفتحوا البلاد إنكم ستمرون على أقوام يعبدون الله في صوامعهم فذروهم وما يفعلون أو وما يعملون أو وما يعبدون. ما لكوش دعوة بيهم، بيعبد ربنا في صومعته وانتوا بتحاربوا البلد دي. اوعى حد فيكم يخش كنيسة يهدها ولا يعتدي على حد فيها ولا ولا ولا. ده الإسلام بتاعنا، ده الإسلام اللي الأزهر علمه لنا، ده الإسلام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمه لنا وكان قدوتنا فيه هو والصحابة الكرام. مش يجي ناس تتمسح بالإسلام أوانطة تخليه سلم عشان تصعد عليه إلى كرسي الحكم، أوانطة في أوانطة، ولا شفنا أخلاق إسلام ولا شفنا معاملات إسلامية. أي دين، أي دين يقول إنك تحرق كنيسة ولا تحرق جامع زي رابعة العدوية؟ في أي دين ده وفي أي ملة؟ داخل جاي تزايد تقول الإسلام والشريعة الإسلامية إحنا مسلمين أكتر من أي حد. مصر دولة مسلمة ما كانتش مستنية حسن البنا ولا أتباعه عشان يعلموها الإسلام. مصر كانت مسلمة من 1400 سنة، مش مستنية حد يجي يقف في رابعة ويقول الآن أشرقت شمس الإسلام من جديد، ولا حد يقف في مصطفى محمود ويقول لك قادم قادم يا إسلام. قادم إيه؟ أمال هو إحنا كنا فين قبل كده؟ هو لسه جاي في الطريق الإسلام، جاي في الطريق لسه، قادم قادم. أمال آبائكم وأمهاتكم وجدودكم كانوا بيعبدوا ربنا إزاي يعني؟ إسلام جميل، بس اللي يعرفه ويفهمه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مش احرق وولع واهدم واقتل واسفك الدماء وعطل الطرق وقطع الطرق واعتدى على الجيش والمنشآت والوطن واستعدي أمريكا واستعدي ألمانيا ومخابرات أمريكا وألمانيا وفرنسا يجتمعوا مع الإخوان المسلمين عشان يدمروا البلد ويهدوا البلد. والآخر تقول لي إسلام، الإسلام بريء، الإسلام عظيم، الإسلام دين الله عز وجل، الإسلام عظيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام والإيمان ده حاجة، الإسلام والإيمان للي يفهمه.